السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تعاقد فريق براست الفرنسي اليوم الأربعاء بشكل رسمي مع الدولي الجزائري إسلام سليماني بعقد يمتد حتى 2024. وكشف نادي براست عبر موقعه الرسمي على الإنترنت عن ضم إسلام سليماني بعد اجتيازه الفحص الطبي بنجاح، ووقع معه عقدا لموسمين كاملين. هذا وسيرتدي سليماني رقم 13 رفقة ناديه الجديد حسب ما أظهرته صورا له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو نفس الرقم الذي يحمله مع المنتخب الوطني الجزائري. وسبق لإسلام سليماني أن خاض عدة تجارب طوال مسيرته الكروية الممتدة لأكثر من 14 عاما، حيث لعب في 4 بطولات مختلفة. وأكد أن براست سيستفيد كثيرا من خبرة اللاعب الذي صال وجال في أقوى الدوريات بدءا من البرتغال إلى إنجلترا تركيا وصولا إلى فرنسا. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.